وشا. ما اعرفش انا حاجه يعني. دخلت كذا عرض يعني، بس انا ما اعرفش ايه اللي جرى المسؤولين في النادي بس يعني خلاص يعني ربنا مش رايد. اركز بقى الفتره الجايه ان شاء الله، واحاول باذن الله ان انا يجي لي كذا عرض ان شاء الله، وباذن الله تكون خطوه كويسه ليا. بس انا قبل ما اروح يعني الاهلي، او قبل برضه يعني الزمالك دخل في المفاوضات معايا، انا شفت الديفندرات يعني في كذا ديفندر في الزمالك، والاهلي ما فيش كتير يعني. يعني فرصتي ان شاء الله تكون كويسه في الاهلي. انا بدعي ربنا ان شاء الله ان انا اكون سبب فوز بطولات الاهلي ان شاء الله. ما شغلش بالي بقى ان جالي عرض كتير او الزمالك. انا خلاص دلوقتي انا بقيت لاعب في النادي الاهلي، اركز معاه الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله احسن شويه. وشوشه الموقع الفني الاول في مصر. رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواتي. www.washwasha.org